بنحاول بقدر الامكان مش بنبتدي من اول المنتج لما بيجي لنا المصنع، بنبتدي من اول المورد، من اول المزارع، نبتدي نقدر نتحكم ونشرف على المزارع اللي احنا بنتعامل معاها بنفسنا. وكل باشا بتبتدي ان احنا نخش بيها المصنع بتاعنا، نبتدي ان احنا نحللها في معامل معتمدة وعلى رأسهم معمل مطبقات المبيدات الكيو كاب، نبتدي ان احنا نتأكد من ان احنا شغالين بالشكل المظبوط، نبتدي في العمليات الانتاجية الداخلية في الشغل عندنا. اول ما بيكون موجود عندنا، في عندنا الاستلام، طرق الاستلام المختلفة بتاعته من اول الفرز مرة تانية بالرغم من اللي بيحصل في المزرعة، نبتدي ان احنا ناخد السليم بس ونبتدي ان احنا نعقمه، ودي الفاكتور الثاني. بعد كده بنحافظ على سلسلة الامداد والتموين الموجودة عندنا من اول الخروج من التلاجات، التشكيل بتاعنا والتشغيل بتاعنا ما ياخدش اكتر من تلت ساعة او نص ساعة بالكتير. التعبية بتتم كل التنكات بتاعتنا في دبل جاكيت، ده معناه ان احنا بنحافظ على درجة الحرارة عند اقل من 4 مئوي، ونبتدي ان احنا نعبي وندخل في الانفاق على حسب المسار بتاع المنتج. لو المنتج فريش بنبتدي ان احنا ندخله في التلاجات في الزيرو، لو المنتج مجمد بنبتدي ان احنا ندخله في الانفاق في ماينس 45، وبعد كده في الفريزرات ماينس 18. بنكمل بعد كده على التوزيع ومتابعه المنتج عند المستهلك سواء اذا كان في الريتيل او في المحلات الاوبس او القبيسي والفنادق اللي احنا بنتعامل معاها.